اليوم موضوعنا راح يكون عن الرياضات البارالمبية. هذه الرياضات الموجودة عفوا اللي موجودة عندنا في المجتمع العراقي وفي كل الدول العالمية واللي ماخذة فد مساحة وحية جدا كبير بالنسبة للرياضات الاعتيادية، حالة حال كرة القدم، حالة حال كرة السلة وكرة الطائرة وبقية الرياضات الأخرى اللي دوم نسمع بها، وعندنا فرق نشجعهم وعندنا نوادي، عندنا أشخاص نعرف اللي نعرف يعني كم لاعب من الفرق، حتى لو كنت ما مشجع لكرة القدم أو كرة أخرى أو أي لعبة أخرى، لكن لابد أن أعرف لاعب، شخص ثاني، مدرب، حكم في هذه اللعبة. أما الرياضة البارالمبية قليل من الأشخاص اللي يفهمون شنو هذه اللعبة، لكن هي موجودة عندنا في العراق، وأكو دورات وأكو بطولات وأكو مبدعين وأكو أشخاص مثل العراق في بطولات عالمية وأخذوا جوائز ذهبية وجوائز عالمية، لكن إحنا ما نعرفهم. السبب يعود إلى عدة تفاصيل، أولها عدم وجود جهات تدعم هذه الطاقات وهذه الألعاب الأولمبية، وعدم وجود وسائل إعلامية تحاول تغطي هكذا أنواع من الألعاب وتحاول تسلط الضوء عليهم وتبينهم للناس وتبين للعالم كله بأن العراق بمبدعين، العراق بنجوم، العراق بكفاءات وطاقات شبابية مهما كانت الظروف. هواي ناس يعرفون بانه بس بالعراق، يعني احنا يوم عن يوم نكتشف اكو لعبة معينة، اللعبة موجودة تابعة للجنة الأولمبية، تابعة وموجودة لها اتحاد ونادي وتدخل بطولات وكؤوس وأندية وهاي تفاصيل اخرى، لكن احنا نجهلهم وما فاهمهم. لذلك احنا نحاول نسلط الضوء على مثل هكذا العاب. اليوم راح يكون لنا ضيف داخل الاستوديو وشخص مبدع، هو لاعب المبارزة على الكراسي، راح يكون ويانا داخل الاستوديو نحاول نعرف اكثر عن اللعبة او المبارزة او البطولات اللي دخلوها ومن الجهات الداعمة لهم وكيف تكونت ودخلت هذه اللعبة الى العراق. اكيد يا حسين، بس بداية تعرف انت شو وقت انطلقت هذه الالعاب؟ سنة 1948 بعد الحرب العالمية الاولى. بوقتها كان بعد الحرب العالمية الاولى اكو نسبة كبيرة من المعاقين، فهذول ما حبوا انه تكون يعني انه حياتهم متوقفة بسبب انه عندهم اعاقة معينة، فحاولوا انه يبرزون نفسهم او مثلا يعيشون حياتهم بشكل طبيعي عن طريق هذه الرياضة او يمارسون هواياتهم عن طريق هذه الرياضة. مشاهدينا عندنا استطلاع حول هذه الرياضة، خليكم معنا، خلينا نروح نشوف هذا الاستطلاع. حياكم الله متابعين شاشة الديار الفضائية، وصباح الخير والمحبة عليكم. صباح الخير على زملائي داخل استوديو صباح الديار. احنا متواجدين بإحدى مولات بغداد وراح ناخذ آراء الناس حول رياضة المبارزة على الكراسي ونشوف آراءهم، خليكم ويانا. المبارزة على الكراسي للمعاقين. والله هو الشيء جميل انه المعاق يعني ما يفكر بعاقته ويحاول يعني يبرز طاقاته من ناحية انه يكون ضمن المجتمع كرياضي او كأي شيء كان، بس هي المشكلة انه الرياضة بالعراق ينقص الدعم من وزارة الشباب ومن وزارة ومن الأولمبيات وهي مشاكل موجودة. شنو رأيك برياضة المبارزة؟ المبارزة رياضة حلوة ومسلية يعني، بس للأسف حاليا في الوقت الحاضر يعني اندهرت وما أعتقد لها أي دعم خاصة من اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب والرياضة على سابق العهد القديم، يعني اللي كنا نشوفها يعني بالتلفزيون بالمباريات أو الندوات شو اسمه النوادي اللي تصير يعني لها يعني مكانة مرموقة حلوة. بس العفو، رياضة المبارزة على الكراسي مال المعاقين، لا شبه يعني ما لها اي وجود يعني مو مثل اللي صاحين يعني انتهت.
ما اعتقد انا مظلومه من كل النواحي، من جهه الاعلام، من جهه الدعم، من جهه وزاره الشباب والرياضه، اللجنه الاولمبيه لها تقصير كبير في هذا الشيء، خاصه يعني بدعمهم. يعني برايك شنو الحل؟ الحل اكيد توجه انظار لها، تدعمهم، تثقفهم، تنهجهم، هواي شغلات، هواي طرق، يعني المفروض تسلطون الضوء عليه كله. هي رياضة يعني كعالم يعني موجودة، بس بالعراق قليلة يجوز، وقليلين أصلا يعني يحبون هيك رياضة، وقليلة يعني تواجدها حتى ببغداد. يعني كرياضة هي ما أتوقع يعني موجودة هواية، يعني ما مرغوبة من البقية، يعني خاصة بهالوقت يعني الشباب يعني مدى يلتجئون المبارزة والسوالف، يروحون نوادي، يروحون غير رياضات، يعني كرة قدم ما أتوقع موجودة هواية، بس هي كرياضة عالمية أكيد حلوة. رياضة المبارزة هي رياضة حلوة بس بالعراق ما موجودة، وأصلا ماكو اهتمام عليها، وبصورة عامة الرياضات يعني الرياضة بصورة عامة بالعراق ما لها اهتمام، يعني ماكو مجال مسلط عليها مبارزة، فأكثر شيء يعني أكثر شيء طوبة، ملاكمة، يعني المعروفات أكثر شيء مشهورات، بس المبارزة ماكو أي شيء لها. هي رياضة موجودة بس ما لها دعم منه بالعراق، موجودة هي رياضة حلوة وجميلة بس بالعراق ما لها لا أي دعم. و المبارزة على الكراسي مال المحافظين شنو رأيك؟ هي طبعا الرياضات كلها بالعراق ما لها دعم، الرياضة في جميع أنحاء العراق ما لها دعم، غير أنه كرة القدم الشعبية بالعراق، ولا البقية كالرياضة بالسيف أو غير رياضيات، الرياضة ما لها دعم أبد. زين برأيك شنو الحل؟ الحل لازم أنه الدولة تشجيع لهم، تعطيهم مصرف للنوادي حتى أنه يصير عليها طلب، أو بالتلفزيون لها كوادر خاصة، ساعات، لازم أنه هيك يلا تصعد الرياضة هاي بالمجتمع مالهم. يعني هي حلوة بالنسبة للإناث وللذكور بس ما موجودة بالعراق، ما موجودة، أفضل يعني ماكو فد شيء تثقيفي يعني بالتلفزيون أو فد مباريات أو فد مثلا يصير يعني شلون ألعاب يعني، ومن ضمنها هاي اللعبة على مود يعني أكو فوز وخسارة، ما أنا يعني ما شفتها، يعني ما شفت، ماكو، ما ناجحة، ما موجودة بالعراق. اكو رياضة المبارزة على الكراسي، شنو رأيك بيها؟ هاي كلها على المبارزة بالكراسي، اي حلوة. أنا بالنسبة ويا الإنسان المعاق ما يخالف. على واصر هيجي بالعراق، على وا. على وا يعني تتوسع على مستوى العراق كله، يعني محافظات يختارون فد ناس يعني أو رياضيين بارزين. وصير مبارزة على مستوى العراق بيها فوز الأول والثاني والثالث، يعني أتمنى فطية ليش؟